تحية لكل متابعي شاشة قناة النيل الأزرق في كل مكان طبتم أوقاتا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إطار شهر التوعية أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، مبادرة الثريا بالتعاون مع منظمة موفز الخيرية. اليوم ينظمون هذه أو ينظم هذا الإيفنت هو بمثابة دعم نفسي كبير جدا لكل النساء اللائي حاربنا هذا المرض بروح وردية لن تستسلم أبدا، تشبه شريط التوعية بهذا المرض. إذن من خلال هذا الإيفنت سنتابع عدد من النساء وسنحاور أيضا عدد من النساء اللائي حاربنا هذا المرض، وأيضا نساء تعافينا من هذا المرض والإرادة أيضا الكبيرة وأيضا الداعم النفسي الكبير. تفاصيل أوفى من خلال هذا الإيفنت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتواصل معكم مشاهدينا، برحب جدا في هذه المساحة بالأستاذة وطفاء حسب الرسول عضو بمنظمة موفز الخيرية. أهلا وسهلا ومرحبا بك، تحياتنا. وبداية أدينا نبذة تعريفية عن هذه المنظمة. عليكم السلام، شاكرة جدا قناة النيل الأزرق لحضوركم المشرف بيناتنا موفز. وأنا قبل ما أبدأ بحب أشكر الحضور الكريم وتحية خاصة جدا جدا للناجيات المحاربات الناجيات من المرض الخبيث ده، يا حمان الله وإياكم. فمرحب بكم كلكم باختلاف مقاماتكم السامية. أنا وطفاء حسب الرسول عضو في منظمة موفز الخيرية. موفز كمنظمة بدأت كسوشيال ميديا جروب عبر الفيسبوك سنة 2014، وإلى الآن لحد 2020 أكبر إنجازاتنا سجلت كمنظمة رسمياً، فالحمد لله. طيب ما هي أبرز النشاطات التي تقدم من قبل منظمة موفز الخيرية؟ منظمة موفز الخيرية بتهتم بقضايا النساء عموما، فاتوجهنا انه نعمل سبورت للنساء بمختلف مقاماتهم، بمختلف ممكن تقطعوا الكلام، باختلاف سحناتهم، قبائلهم، وجودهم في المجتمع. عملنا كمية بتاعت مشاريع خيرية ندعم بها النساء عشان يكون عندهم دورهم الساهم في المجتمع، بالإضافة لانه كمية بتاعت مستشفيات شغالين فيها عشان نعمل باك اب لحد ما تبقى نموذج، عباره عن نموذج لمستشفى صحي متكامل. واحده من الانجازات كانت دعم مراكز العزل في الفتره الفائته ايام الكوفيد لحد يوم الليله، وفي نيرتيتي عملنا برضه مركز خاص، مركز متكامل خاص بالنساء للولاده، بالاضافه للكثير من الاعمال الخيريه في المجتمع بدعم النساء. اتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذه، كثر خير. نتواصل معكم وتتواصل فقرات هذا الإيفنت، تابعونا. أولا أنا برحب بكم شديد ومبسوطة لحضوركم معي في اليوم ده. هحكي لكم عن ثريا وهحكي لكم عن الحاجة اللي حصلت وفكرة المبادرة جات كيف.
سوريا في يوم من الأيام ظهرت لها وتشخصت بأنها مريضة كانسر الثدي. كانت الحاجة دي شوية صعبة علينا وتقبل الموضوع وكده، لكن بالدعم اللي احنا لقيناه وبأنها هي قدرت واجتازت الحاجة دي، والحمد لله رب هي حاليا فري كانسر، والحمد لله رب العالمين هي في أتم عافيتها. وأنا الفكرة جات بأنه الدعم اللي لقته والدتي خلال فترة مرضها وكده، فحبيت أنه الدعوة ده يصل لكل المحاربات ولكل المتعافيات، وتمنيت أنه الحاجة دي تصل لكل سيدة ولكل آنسة. وأنا مبسوطة شديد والله بحضوركم، مبسوطة أنه أنتم شرفتوني في اليوم ده. فكرة المبادرة أنه دعم نفسي وخلق مجتمع يتلقوا فيه العلاج ويتلقوا فيه الدعم، أنا فخورة شديد بك يا أمي، مبسوطة والله العظيم، مبسوطة بالحضور كله، مبسوطة بكمية الضيوف وكمية الناس اللي شرفونا في اليوم ده، مبسوطة بجروب الراضيات، مبسوطة بمنظمة موفز والبنات اللي شاركونا في البازار، البنات الجميلات شديد، مبسوطة بالحضور كله، مبسوطة بجروب دكتورة عايدة، مبسوطة بالناس اللي جاتنا كلها وشرفتنا في اليوم، وإنه ما كنت متخيل إنه اليوم حيكون كده. فالحمد لله رب العالمين. الفكرة إنه بس عايزة إنه زي ما الدعم اللي جت والدتي خلال فترة علاجها وكده يلقاه كل تلقاه كل المصابات بمرض الكانسر، كانسر الثدي، ويخلق لهم جو كده ظريف وبيئة ظريفة يتلقوا فيها العلاج ويتلقوا فيها الدعم النفسي، لأنه الدعم النفسي هو جزء من اكتمال العلاج. أنا عايز أعرف نفسي أول، أنا فريق شرطة دكتورة فتحية شبو، أنا استشاري بتاع أمراض نفسية وأنا أحد المتعافيات. هتقلت معه؟ والله ما أعرف صحيح عايز أقول شنو، لكن كده أحكي شوية كده جزء من قصتي يعني. معليش أنا شوية تعبانة، مش لأني مريضة، لأني ما استسلمت، أنا طلعت للشغل الساعة 8 وهسا رجعت بيت غشيت هنا يعني. أنا اتشخصت بمرض سرطان الثدي في 2008، يعني هسا لي 14 سنة. أول ما تشخصت أصلاً كان عندي قباله تجربتين بتاعت أورام في الثدي وكانت حميدات، كله يعني يمكن لأن أنا عارفة الموضوع، أنا طبيبة وعارفة بعمل شنو، كنت بعمل كشف دوري لنفسي، كشف ذاتي، ومرتين اكتشفت عندي ورم وطلع حميد يعني، والحمد لله. المرة الثالثة دي حتى الدكتور زميلنا اللي بيعمل لي العملية قال لي أنت جاي لروحي كل مرة جاي، قال عمرك 17 سنة تجيني كل مرة بورم في الثدي حميد؟ قلت له يا أخي أنا أتأكد إنه الورم الثالث ده خبيث، عرفت كيف؟ قلت أنت دكتورة يا دكتورة يعني، بس أنا ما تخصصت جراحة، لكن أنا من خدت يدي فيه وأنا عارفاه خبيث. قال لي دخلنا عملية، أتذكر لحد الآن يعني الطريقة هو ذاته ما متخيلة يعني، وأمي كانت راكدة في ساهرون في الشرطة طبعاً، راكدة في ساهرون قاعدة معاه ضرب لي، قال لي أنت وين؟ قلت له أنا هناك، قال لي تعالي لي هسا أعمل لك العملية الساعة 4 مساء ببند موضعي على سنك زي كل مرة بيكون حميد. قام بيشتغل كده بيتكلم معي قال لي هسه ده دوري بتجيني به كل مرة أنا شغال فيك أنت؟ قلت له والله ده مرض خبيث. قال لي لا، قلت له أنا خلاص أنا حسب الكرايتيريا اللي عارفها بعرف، عرفته يعني. المهم طلع والموضوع نسيته، شلت العينة وديت زوجي، زوجي قال لي ما مرتين قبل كده حميد حيطلع شنو؟ حطاه كده في الترابيزة، قعد شهر في الترابيزة بودليل بتاع الهستوباثولوجي. بعد ذلك أظن براء وافق شاله وما كلمني، برضو قعدت شهر تاني أنا ما عارفة في شنو، خلاص أنا ذات نسيت القصة. سافرت وجيت وجبت لي هدايا كده، جبت لي واحدة لزميلنا الدكتور ده، قلت له أنا جبت لك هدية، قوم
أنا كنت وين أنت؟ قلت له كنت مسافر. قلت له هنا. أنت كويسة؟ أقول له أنا كويسة. أنت مبسوطة؟ أنت السؤال ده ليه؟ ساكت بس بتمين عليك. بعد ذلك مشيت. قال لي خلاص استنيني أنا جايك. مشيت انتظرته الساعة 3 قعدنا لحد الساعة 6 كل مرة أضرب لي. أنت عايز مني شنو؟ أنا عندي أولاد وعندي راجل وعندي غدا ما شاء أسويه. تقال أنا شاشتاي الزمن ده كنت أنا عميد لكلية التمريض في جامعة الرباط الوطني. قام ما كنت عميد كنت جبارة يعني كنت شغالة في المستشفى. قام المهم جاني الساعة 6 قام ها أنت بقعدني لشنو؟ قال لي تتذكر العملية اللي عملتها لك شهر 1 ده كان شهر 4 قلت لي مالها طلعت خبيثة؟ قال لي يا عيش. قلت لي ليه ما كلمتني؟ قال لي والله أنا قايل زوجي يكلمك. أنا كلمته قلت لي ما بقدر أكلمها والمفروض. قلت لي قال لي زوجي كلمني ليه؟ أنت مش الدكتور أنت؟ أنت ما عارف كيف تعلن على الأخبار السيئة؟ ما عنده حاجة. هو المهم شاكلنا وما كنت زعلانة عندي مرض خبيث. كنت زعلانة من طريقته يعني. وليه يعني هيحصل شنو؟ زول جاء مرض خبيث مش أحسن تكلمه قبل شهرين يعرف البيع والعليه. المهم ومشيت قلت قام قال لي استنعمل شنو؟ قلت له وحتى هستعمل شنو؟ قال لي ده أنا عمل استئصال للثدي. قلت له بكرة الصباح الساعة 7 بجيك. يا بختي يا ناس الظروف لما تبني بأجمل منى وأنا كنت وين عمري الحزين كان يمضي لا رين لا هنا. والليلة ساعدني الزمان هناني بشوف المنى الاسم منى يرفع يده. والليلة أسعدني الزمان هناني بشوف منى ويا بختي أنا الظروف لما تبني بأجمل منى. ثاني لو تقدر قليل
ويا ويلنا لو جرفك هواي آهنا آهنا تنسى المعاد برضاك زي شوق تشتاك للقاي آهنا براك منا من لو انت براك منا افضل براك ملهم قنا اصل السعيد في الدنيا بس اصل السعيد في الدنيا بس يلبس رضاك خاتم منى ويا بختي انا الظروف لما تدي باجمل منى ويا بختي انا الظروف لما تدي باجمل منى لما موف لما تنبه أجمل منى شكرا. رحبوا معي في هذه المساحة بالأستاذة آلاء إسماعيل من مبادرة الثريا، سنتحدث معها عن هذا اليوم وهذه المبادرة وتفاصيل أوفى. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة آلاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، الله يخليك. بداية سنتحدث عن هذه المبادرة، وهي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها دعما لنساء المحاربات لمرض السرطان وأيضا المتعافيات من هذا المرض. صح كلامك، دي أول مرة تكون في مبادرة زي دي، دعم نفسي ومشاركة للمريضات في رحلة علاجهم نفسيا، إنه ندعمهم نفسيا عشان يتخطوا المرحلة الصعبة دي بسهولة ويكون نسبة النجاح تصل لحد 100% إن شاء الله. إذا تحدثنا في السودان والاهتمام الكبير في الآونة الأخيرة بالنساء المحاربات لهذا المرض وأيضا المتعافيات من هذا المرض، إلى أي مدى مثل هذه المبادرات ممكن تولي اهتمام أكبر للمرأة المصابة بهذا المرض تحديدا في السودان؟ يلا كلامك حلو شديد، لأنه لاحظنا أنه في وعي بقى يزيد، لأنه أكتوبر زي ما إحنا كلنا عارفين شهر العناية بالثدي أو شهر التوعية بمرض البريست كانسر اللي هو سرطان الثدي. فيلا كوني إنه الحاجة دي بتتكرر، مجهودات زملائنا في المنظمات الخيرية الثانية كل سنة في شهر أكتوبر بيكون في حملات كثيرة بتاع التوعية، حتى الشركات الكبيرة بتعمل بتنزل إعلانات وكده، الحاجة دي أدت يعني لإنه الناس تعمل كشف مبكر وتكون واعية أكثر وتكتشف حتى المرض في المراحل الأولى له وتتعالج أكثر. فالحاجة دي شجعتنا إنه إحنا لقينا أوريدي الحمد لله في ناس سبقونا في المجال وإحنا جينا بنكمل على خطاهم. ختاماً، رؤى المستقبلية لمثل هذه المبادرات؟ حاجة كبيرة شديد، حاجة حلوة كبيرة شديد، يعني إنه إحنا نفسنا غير إنه إحنا بنشارك المريضة رحلة علاجها وإنها هي تبقى كويسة، نسعى لانه توطين العلاج بالداخل، بدل ما انه احنا بنسافر برا عشان نتعالج، لا حنتعالج هنا في بلدنا وحنمر يعني بالمرحله دي بكله صح، طبعا وسط الاهل بالدعم النفسي اللي حنلقاه من ناس مختصين في المجال النفسي، ومن الاهل ذاتهم احنا حنوعيهم كده ونأهلهم برضه انهم هم يكونوا ناس منتجين، يعني يشتغلوا، نعلمهم برضه حاجات يدويه، حيكون في رحل، حيكون في عندنا افكار كثيره شديد حتدعمهم من خلال الحاجه دي وتوطن، يعني نساعد في توطين العلاج برضه نفس الحكايه، يكون مجاني، عرفتي، يكون كل شيء متوفر هنا ونهيئهم للجراحه للكيموثيرابي للحاجات دي كلها ويكونوا ناس منتجين. تحية وردية نبعثها لكم اليوم ونحن في رحاب من نحب أن نطلق عليهم لقب الفاعلات، منظمة موفز إدارة ومتطوعات. يشرفنا في حاضرين أن يكون تسجيلنا في دفتر الحضور الوردي في أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي عبر موفز. فموفز وحاضرين تجمعهما شراكات منذ سنوات خلت
منذ أن كانت حاضرين في طور التشكيل والتكون وقبل حتى أن ننشط في مجال الاهتمام بأسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ومصابيها. شراكة مكنتنا من قبل من تقديم يد العون في مشاريع عديدة كمحاربة الأوبئة ومساعدة الحالات الفردية وغيرها، وامتدت وتواصلت لتشمل الالتزام بكفالة شهرية لأيتام شهدائنا الأكارم. كانت موفز حاضرة لأي نداء يصلهم منا في حاضرين، وكانت حاضرين بما لها من خبرة نوعية في مجال العمل الإنساني وعلاقات مبتدة في ربوع وطننا الفسح، حاضرة لأي استشارة تأتيها من موفز. وبإذن الله ستستمر هذه الشراكة، والتي كانت خير مثال لشعار لا نتنافس بل نتعاون من أجل خير هذا الشعب الطيب النبيل، شعبنا المدرسة. نتكرم نترككم مع فقرات هذا اليوم المختلفة وانطلاقة مبادرة السورية، هذه المبادرة التي ولدت عملاقة والتي ستجد منا بالتأكيد كامل الدعم والمساندة، سواء بنقدر نكون حاضرين. وعيك أمانك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبسوطة خالص بأنه أنا أجيف الليلة في الموقع ده عشان أشيد بالمجهود الجبار اللي قامت به وشيماء عشان تطلع حاجة جميلة زي دي. طبعاً إحنا عندنا يعني الحاجات كلها عندنا، طبعاً أنا أخصائية علاج الأورام، يمكن الجماعة ديل كلهم بيعرفونا بيلاقونا اللي هو زي ما قالوا في الزقاق الضيق أو في الحتة الضيقة، ونتمنى إنهم لما لاقونا البصمة تركناها ما تكون مؤلمة شديد، لأنه في النهاية هدفنا إن نحن نقف معاهم في المرحلة دي. بشيد خالص بالمبادرة بتاعت شيماء، وحقيقة أنا ساهمت عدد من المرات في برامج الكشف المبكر وتعليم السيدات الكشف الذاتي والتوعية بسرطان الثدي وتسمين دور السكرينينج أو التقصي عن سرطان الثدي، بالإضافة لكده دعم السيدات في العلاج الكيماوي وتشجيع السيدات واختيار الحلول الجراحية معاهم وإيجاد الفرص بتاعت العلاج المناسب، مناقشة الحاجات دي، كل الحاجات دي عملتها قبل كده، لكن حقيقة أول مرة أقف في برا الأمان بالجهة الثانية، فأنا سعيدة خالص خالص بوجودي في المكان ده. دائماً الحاجة اللي أنا دايرة أعملها إنه إحنا كلنا لازم نحيي ونشيد بالأخوات السيرفايفرز أو الناجيات أو المتعافيات، عايزة تحية كبيرة. لأنه الرحلة بتاعتهم بتاعت المعاندين رحلة طويلة، يعني بتبدأ بدايتها من الإحساس بالورم، يوم الوحدة شعرت بالورم ده اليوم القاسي جدا شعرت به. الحاجة الثانية معاناتها في إنها تكلم الناس المحيطين إنه أنا يا جماعة عندي حاجة زي دي أكلم بها الناس. الحاجة الثانية إنه يتفاعلوا أو إلقوا يمشوا يطلبوا المساعدة، وحيطلبوها من وين؟ وطبعا إحنا هنا عارفين في السودان طلب المساعدة صعب، كيف تمشي للدكتور ده والناس يقول لك أحسن تمشي للدكتور الثاني وكده. أصعب حاجة هي شيل العينة، لما يحددوا لزولة إنه دائرة تشيل عينة، فعلا أنا بعتقد إنه دي أصعب حاجة الوحدة مرت بها، يمكن قرار أخذ العينة أصعب من ظهور النتيجة هي ذاتها شنو، يعني لما النتيجة تظهر هي فيها شنو، دي صعب على المحيطين أكثر من البيشن، صح؟ الليلة حبيت أكون معاكم عشان أتكلم عن أهمية الدعم النفسي في المشوار بتاع سرطان الثدي. حقيقي زول ياما بكون عنده زول من الأسرة أو يتعامل مع مريض أو بس وحدة، مجرد شكوا إنه هي عندها سرطان ثدي بيقدر يفهم قدر شنو الرحلة دي ما سهلة، وقدر شنو الرحلة دي محتاجة لدعم نفسي. الدعم النفسي ده من حقك، دي ما حاجة من الرفاهيات، وما حاجة نسمع إنه لا دي بس بدوها في الدول المتطورة وكذا، لا ده من حقك، من حق أي زول يلقى الدعم النفسي. الدعم النفسي الصح انت بتلقيه من الطبيب، بتلقيه من الاختصاصي، لكن اي زول فينا بيقدر يقدم دعم نفسي لاي وحدة مرت بالتجربة. الحاجة اللي عايزة اقولها انه اول خطوة لو عايزة تدعمي نفسك ما تدسي المرض، ما تدسي من الناس، ما عيب تمشي تقولي للناس انه انا محتاجاكم، ما عيب تقولي للناس أنا خايفة
أنا متوترة لأنه غيرك كلهم حسوا بنفس التجربة، حسوا بنفس الإحساس. لما تبتدي حتى لو قررت أنه أنت هتعمل الكشف الدوري، مجرد الكشف الدوري، حاولي أجمعي نفسك مع مجموعة مارين بنفس التجربة، وحتشوفي قدر شنو الحاجة دي مفيدة لك، قدر شنو الحاجة دي حتفيدك نفسياً وحتدعمك نفسياً، إنك تجمعي نفسك مع مجموعة مروا بنفس التجربة. يمكن في الحتة دي أنا هتكلم، هحكي لكم، هحكي قصة، إنه لأنه إحنا بنعمل الحمد لله الكشف الدوري في المستشفى، فأول مرة أنا مشيت عشان أعمل الكشف، وعشان بحكم المجال حقي دائماً بحاول أراقب الناس من الناحية النفسية. فأنا قاعدة في الغرفة بتاعت الانتظار ومعاي تقريباً 7 أو 8 من النساء، قادرة أشوف القلق من النسوان ديل. في واحدة زيي كانت جاية لأول مرة، وكانت في واحدة أوردي عندها وجايين يشوفوا حيعملوا لاشنو، وفي واحدة اتعالجت لكن بتجي تعمل الكشف كل 3 شهور، وفي واحدة في مرحلة مختلفة من الثانية. الناس دي كانت متوترة شديد، أنا ذاتي كنت متوترة شديد وقاعدين. فقامت واحدة بدأت تتكلم معانا، قالت لنا بالمناسبة أنا واحدة من الناجيات. كلنا انتبهنا لها شديد، وكلنا بقينا مركزين، وبعد شوية قدرت ألاحظ أنه قدر شنو كل واحدة قدرت to calm down، تهدى. دي بداية الدعم النفسي، إنه تمشي تفتشي ناس مروا بنفس التجربة، وما تخجلي وما تدسي، وتذكري إنه الدعم من حقك، الدعم النفسي ما رفاهية. شكراً شديد للمنظمين للبرنامج. أرحب جداً في هذه المساحة بالأستاذة عائشة عثمان، هي من واحدة من المنظمات أيضاً الداعمة لهذه المبادرة، مبادرة الثريا بالتعاون مع منظمة موذ الخيرية. سنتحدث معها عن هذه المشاركة والإضافة أيضاً لهذا الإيفنت. أهلاً وسهلاً، مرحبا بك أستاذة عائشة. مرحبا بكم قناة النيل الأزرق، أهلاً وسهلاً. نتحدث عن المنظمة وأيضا رأيك في هذا الإيفنت، وماذا أضاف أيضا الداعم اللي ممكن يكون سبورت للمرأة المصابة بسرطان الثدي؟ أوكي، نحن كمنظمة حاضرين حبدا ليكي نحن بنهتم، عندنا 6 محاور أساسا بنشتغل فيها: الصحة، تعليم، درء الكوارث، الشرائح الضعيفة، السقيا. نحن داعمين دائما لأي زول بيحتاج له بنكون معه. سبب انضمامنا لثريا وموفز أساسا نحن عندنا اتفاقية ما بيننا وبين موفز، فأي برنامج في دعم في أي حاجة فبنكون على اتفاق ما بيننا وبينه. بالنسبة للبرنامج ده، شكرا أول حاجة لناس موفز إنهم اختارونا نحن إنه نحن نكون من ضمن الاحتفال بتاعهم. برضو شكرا الأول لثريا برضو لدعمهم لنا، يعني إنه نحن نشاركنا البرنامج الجميل. أنا حاسة إنه الإيفنت جميل شديد، مع إنه كنا متوترين الليلة بوضع البلد الحاصل، لكن الحمد لله حضور مشرف، وإن شاء الله البرنامج ينال إعجابكم. شكرا جزيلا عائشة من منظمة حاضرين أيضا الخيرية. نتواصل معكم، وكاميرا قناة النيل الأزرق تتجول داخل هذا الإيفنت لتنقل لكم نبط الاحتفائية وإكتوبر الوردي. خليكم معنا. نتكلم سريع كده عن دور العلاج الطبيعي كحاجة عامة وكحاجة خاصة حول سرطان الثدي. العلاج الطبيعي دوره عام إنه يرجع لنا الوظيفة اللي فقدناها أو الحركة للمريض بقدر أو بأقصى يعني أقصى قدرة حركية ممكن نرجع بها المريض للوضع النورمال أو الطبيعي قبل وبعد أثناء فترة العلاج. نتكلم عن الأهداف الرئيسية اللي بنحاول نحققها مع مريض سرطان الثدي. إنه قبل فترة العلاج بنحاول نحافظ له على اللياقة البدنية، إنه تقوية العضلات إذا هو حيتعرض لعملية جراحية أو
نحافظ له على اللياقة البدنية أثناء فترة العلاج للمريضات اللي تعرضوا لإزالة العقد الليمفاوية، فبنحاول نرجع لهم المدى الحركي اللي هو الأريا بتكون جنب المفصل، جنب المفصل والعضلات اللي تعرضت للفتح أثناء العملية نحاول نرجعها لطبيعتها ونرجع المدى الحركي للمفصل زي ما هو أثناء العمليات الجراحية. فهو دور العلاج الطبيعي مهم في إنه المصابة يا إما حتتعرض لعملية جراحية يا إما تعرضت لكيماوي أو إجعاع، فكل الحاجات دي هي لازم تكون متابعة العلاج الطبيعي قبل وبعد وأثناء. المريضات اللي المحاربات اللي هم يتعرضوا لإزالة العقد الليمفاوية بتجيهم إصابة اسمها استسقاء الأطراف أو تورم الأطراف، فلازم يكونوا مع أخصائي العلاج الطبيعي كيفية إنه تقليل من الاستسقاء حق الأطراف، اللي هو إنه في ضمادات مشدات، في إنه ربع الذراع، يعني نصائح لازم يكونوا شنو إنه متابعينها على أساس إنه ما يتعرضوا لأي مضاعفات أخرى. أنا ماما صالحة، يوم 21 يوم 11/7/2017 كانت نقطة تحول في حياتي. كنت في واحد من الدول العربية إجازة عادية بزور فيها أخوي، ما عندي أي عرض لأي مرض، ما عندي أي حاجة. مشيت مفروض أرجع في أسبوعين لأنه كان عندي شغل هنا في رمضان، وتاني يوم طوالي من نزولي من الطيارة حسيت بحبة في كتفي هنا فوق، عشان كده أبداً ما تخيلتها ولا في زول يتخيل بأنه ده ممكن يكون حاجة لها يعني أو دليل على ورم في الثدي. قالوا لي يمشي الدكتور، وأنا بقول لهم يمكن، وناس سألوني يعني أختي تسألني كنت شايلة حاجة تقيلة، كنت شايلة شنطة تقيلة، لأنه الحبة كانت هنا، هي حبة ما حبة، هي حاجة كبيرة وطلعت فجأة. يمكن خلال أسبوع تحت إصرار مشيت يوم 1 رمضان المستشفى، وصراحة الدكتورة مما خدت يدها ما طمنتني، طوالي حولتني أمشي أعمل العينة. عملت العينة وانتظرت 15 يوم كالعادة عشان أسمع النتيجة. يوم النتيجة مشوا معاي أخوي وأختي وأولادي، اثنين كانوا برا السودان واثنين كانوا معاي. حقيقة أنا لما دخلت للدكتور عشان أعرف العينة ما كان عندي شعور، ما بقدر أبسط شعور، ما كان في حاجة، يعني ما كان في حاجة أنا بالنسبة لي، بس الحاجة المحتالة اللي هي الخوف على أولادي من الخبر لو طلع كده، وأنا ما خدت نسبة كبيرة إنها تطلع يطلع المرض يعني. السرطان هو مهما كانت الطريقة اللي وروك بها، أنا أعتقد إنه في النهاية هي خلاص أنت عندك الكانسر يعني أو عندك السرطان. أنا بالنسبة لي أنا لحد الآن ما عارفة ليه الدكتورة صرفت كده، فبس هي ما كانت بتخاطبني أنا، هي خاطبت أولادي، قالت لهم أنا عارفة إنه حاجة سيئة جدا إنه تعرفوا إنه أمكم ما بخير، أمكم عندها الكانسر، يعني هي تجاهلتني تماماً. يمكن قالت إحساسي إنه أنا خايفة على أولادي، أنا ما عارفة هي تصرفت كده ليه، لكن هي أبداً ما خاطبتني أنا، هي كانت بخاطف يا أولادي. تجربتي مع المرض كانت في بداية العام 2017. الحاجة الغريبة إنه المرض ده خبيث فعلاً، بيجيك بدون مقدمات بدون أعراض. صحيت من الصباح لقيت حبة صغيرة جداً 1 سنتيمتر تقريباً متحجرة في الثدي، مشيت للطبيب المعالج
وقام بعمل عينة، أخذ عينة، فسبحان الله العينة كانت نظيفة، فالطبيب نصحني أنه أنا أمشي وما عندي مشكلة وطمني. فأنا مشيت على الأساس ده، قعدت 8 شهور الحبة دي موجودة، فالحبة دي بتكبر كل شهر. فبعد 8 شهور الورم ده وصل حجمه 4 سنتيمتر شوية، قررت أمشي لدكتور جراح تاني. فعلا مشيت ليه وأعاد الفحص وطلع فيه خلايا غير سليمة في الورم، فقرر لي أنه شيل الورم. فكان قراره أنه عايز يتأكد من أنه الورم ده فعلا ما حميد، وفعلا شار الورم. وأنا حتى كلامه ده كان اداني أمل أنه احتمال يكون ما في مرض خبيث وما عندي مشكلة وكده، فتحمست لموضوع إزالة الورم وفعلا عملت العملية. وبعد ما عملت العملية وفحصوا الورم، الحمد لله رب العالمين طلع الورم غير حميد. ففي الفترة دي سمحت إنه في مركز متخصص اللي هو مركز الخرطوم للعناية بالثدي، فيعني قلت أحسن أنا أمشي محل التشخيص الصحيح عشان أنا أبدأ بداية صحيحة. وفعلا قد كان مشيت المركز وقابلت الدكاترة هناك، وقالوا لي إني تلفيت لفة طويلة شديد لغاية ما جيتينا هنا. وللأسف نحن يعني في المرحلة دي ما حنقدر غير إننا نستأصل الثدي، ومع إنه الموضوع كان صعب يعني صعب جدا، لكن ما كان في خيار تاني، ودي إرادة ربنا والحمد لله. وفعلا عملت العملية وعملت الكيمو وعملت الإجعاع، والحمد لله لي 3 سنوات الأمور كلها طيبة، بعمل فحص الدوري وكذا، وإن شاء الله ربنا يديم العافية إن شاء الله يا رب العالمين. أنا شادية راشد، حسيت بالمرض ده في شهر 8/2020، يعني ما كان عندي أي حاجة، كنت بشعر بس بطواعين في إيدي. هاكم قلت لي بناتي أنا عندي طواعين، بعد شوية ظهرت لي حبة في السدي الشمال، وهم تكلمتهم قالوا لي بتكون غدد، راح نوديك لدكتور، قالوا كيف نوديك لدكتور غدد؟ قلت له لا، نمشي لمركز السدي المبكر لكشف السدي. المهم شيت عملوا لي أشعة وصورة مقطعية، قمت لقيت إنه في ورمة بسيطة. قابلتها دكتور سلافة، قالت لي دي حاجة بسيطة، وكوني كنت جيتي سريع أنا من كشفتها وعملت العملية ما تمت 3 شهور. المهم قالت لي يعني أنت كويس كونك تجي بدري، بياريت السيدات كلهم يجوا بدري. المهم قالت لي يعني عملت العينة، ولما ظهرت جرست شديد إنه عندي كانسر، ولدي معي برضو جرس وبيتي جرست تاني. قلت يا بيت كل حاجة من رب العالمين، صبرتها ويتيقنتها ووكلت على الله. المهم قالت لي خلاص نعمل لك العملية طوالي، من الكشف للعملية أنا ما تميت شهر. عملت العملية وقالت لي أشيل بس الورمة وجزء من الغدد، قلت لا شيلي كله، شيل الغدد كلها عشان أنا شنو أرتاح ثاني ما يظهر لي في حتة. المهم عملت العملية يوم 17/11/2020، وهسي أداب إلي حولتني دكتور الأورام بعد ذاك، عملت العملية والحمد لله بقيت كويسة، حولتني لدكتور أحمد الحاج. مشيت لدكتور أحمد يلا عشان أبدأ معه علاج، قال لي ورمتك دي صغيرة جدا، ويا ريت السيدات كلهم يجوا من بدري، أنت ما حتحتاجي لكيماوي ولا شعاع. Thank you.
لمتيني لازمك في هواك مر الشجن ويطول في أيامك سهر ويطول عذاب Thank you.
أغفر له يا حنين يا حنين وجاوز لو ظلم أغفر له يا أصلها الأيام مظالم والعمر عمر الثواني واصبر أصبر 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 واصبر أصبر أصبر على جرحك وإن طال الألم دي جراحنا دي أشواقنا بتضوي الزمان دي جراحنا دي أشواقنا بتضوي الزمان أنا بعود براشة ندم ننسى الحصل بناتنا والسهر اللي كان تصبيح حياتنا نغم عشنا يبتسم تصبح حياتنا نغم عشنا يبتسم وتعود مراكب ريتنا وتعود مراكب ريتنا وتعود مراكب ريتنا أهلا بكم من جديد. سنوات من المعاناة تعيشها المرأة المصابة بسرطان الثدي ابتداء من تغيير المظهر ومرورا بتساقط الشعر وصولا لفقدان الوزن وبالإضافة إلى التبدلات النفسية الكبيرة التي تعيشها المصابة بهذا المرض. معي في هذه المساحة واحدة من المتعافيات من هذا المرض الأستاذة ابتسام محمد طه. ابتسام هي رحلة علاج طويلة جدا مع مرض السرطان، والجدير بالذكر أنه أستاذة ابتسام تعالجت في السودان ومراحلها كلها أخذتها في السودان. خلينا نتعرف عليها. أهلا وسهلا ومرحبا بك. الحمد لله على السلامة وإن شاء الله دائما يا رب في صحة وعافية. سلامك يا رب. تسلموا كثير وشكرا لكم على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون مفيد ومجدي لكل اللي أصيبوا بهذا المرض، وربنا يعافي الجميع إن شاء الله. يا رب. يعني كل المصابات من هذا المرض، وأنت واحدة أيضا من المتعافيات من هذا المرض، رحلة معاناة طويلة، يا ريت لو تقتصري لنا هذه الرحلة ليستفيد منها كل النساء المصابات بهذا المرض. والله طبعا يعني النساء كلهم المفروض يعملوا تشيك دايم يعني بالنسبة للسدي بالناس في المركز وكذا. فأنا سبحان الله يعني ظهرت لي حاجة في جسدي اليمين، يعني ما حاجة كان هناي، فمشيت براي يعني ما أخذت معي أي زول ولا هناي، سكت ولدي وقمت قلت لي يلا نمشي نشوف الحاصل شنو. ففعلا عملوا لي أشعة وممغرام وعملوا لي الإجراءات بتاعتي كلها، فطلع الحاجة اللي أنا ظهرت لي في السدي اليمين ولا حاجة، ما في حاجة. فقاموا لي في اليسار، في حتى أنا بدأت أعارض يا أخوانا ما في حاجة في اليسار، اليسار كويس يعني. فقال لي لا انت امشي قبل الدكتور الجراح عشان يشوف وريك الحاصل بالضبط شنو. فعلا مشيت وقابلتها وقال لي هي حاجه بسيطه كانت لزا 1 سنتيمتر،
فقال لي دي حاجه بسيطه ما تقلقي احنا بس هنشيل عينه. بجد في البدايه اول انا يعني جرست من العينه دي كلمه العينه دي جرست منها يعني اي، لكن ما عشان ان انا مثلا خايفه انه انا يعني طلع لي ايجابي ولا كده، لا الخوف كان بس انا اصلا زلا جريسه من الحقن يعني بخاف من الحقنه اصلا في عزاده. فقلت قدام يا اخي استأصلوا السدي ما ضروري تعمل لي عينه. قاموا رفضوا الحته دي، كيف يعني استأصل السدي يمكن ما في حاجه. قمت قلت لهم يا اخي مش حقي انا ما ادري خلوه استأصلوا، فرفض اي انا تخوف من الحقنه بتاعت العينه. ففي النهايه لما اصروا قمت استخرت وصليت وجيت، كان يا يوم وقفه عرفه ففعلا قاموا شالوا العينه. بعد ذاك يوم النتيجه برضو مشيت ومشت بالتخطيط صارت تمشي معي، وقلت لها ما بيدخلوا زول اي زول بسوق بيقولوا ما بيدخلهم، خليتها برا ومشيت استلمت النتيجه براي. قابلت الدكتور وقلت لها يا زول انا زول مؤمنه وزول ما عندي مشكله يعني المؤمن مصاب. فقامت طلقت لي النتيجه ايجابيه وكده وكده مهم ورتني، وقالت لي احنا نعمل لك عمليه ولو استعجلت فيها يكون احسن يعني. فعلا عملت العمليه طوالي بعد اسبوع من ده كله في السودان. نعم نعم في مركز السدي تحديدا، هو تقريبا مركز السدي ده يعني من افضل المراكز في العالم كله يعني. يعني في ناس انا بعرفهم انه مشوا لغايه الاردن للعلاج رجعوهم قالوا انت كنتوا بتتعالجوا وين؟ قالوا في مركز السدي. قالوا ارجعوا واصلوا علاجكم في مركز السدي. انا يمكن المرض ظهر لي من 2019، حتى لما اكتشفت المرض عرفت لوحدي يعني، حتى امي ما كلمتها. فشنو لما الدكتور قال انه عندي كانسر قلت الحمد لله، والحمد لله هي اللي خلتنا اجيب قدامكم هسه وانا لسه مع العلاج. والمرض بقى بيسهر يعني من مكان لمكان، انا واقفه قدامكم وانا باخذ لسه كيماوي وانا يتحدد لي عمليه ازاله الرحم الحمد لله. وانا قويه الحمد لله الحمد لله، قويه بالحضور الجميل وقويه بكل زول كلف نفسه ويجع عشانه، وقويه بالمذيعات الحلوات، وقويه باي زول بيرفع معنوياتنا، وقويه بشيماء عبد القادر الله يديها الصحه والعافيه. انا قويه بامي وبدعواتها لي، وقويه بشمويه واختي الله يخليها لي ان شاء الله. الحمد لله يعني انا المرض حياتي ما بكيت منه، عشان عارفة إنه ربنا بحبني عشان كده يبتلاني، وإنه أكيد لي خير. كل حاجة في الدنيا دي لي خير. على قدر ما زعلت إنه أنا عندي كانسر على قدر ما فرحت، علشان الكانسر على قدر ما وراني الناس اللي وقفوا معي، على قدر ما تعرفت على ناس كتير ما أظن كنت حتعرف عليهم في حياتي، ومن ضمنهم أنتم. الحمد لله على كل حال الحمد لله. فدي جسمتي وانا راضيه كل الرضا. انا كنت بعاني من الكيماوي لكن اهلي كانوا بساندوني يعني كانوا ما بيبكوا قدامي. اصعب مرحله بالنسبه لنا كانت ان شعري كان طويل طبعا الحمد لله. فلما اخذت الكيماوي نزل كله يعني ما كان فيني ولا حتى رمشه، ما كان فيني حواجب. لما جيت من الغاهرة شكلي تغير صراحة، ويمكن المحاربات بكونوا عارفين. فبتي سألتني قالت لي يا ماما انت لابسة طاقية ليه؟ فأنا خفت يعني أولادي ما يتعرفوا علي بالشكل الجديد وكذا، خفت يخافوا. فقلت لها أنا يا ماما ما عندي شعر. قالت لي حتى بدون شعرك يا ماما حلوة. فالحاجة دي قوتني على قدر ما هي صغيرة على قدر ما قوتني. يعني حتى بنتي الكبيرة عمرها 8 سنة فكانت مصرة إنها تمشي الصالون إنها عايزة تحلق صلعة زي ماما عشان إنها تساندني. فأنا قوية بعيالي وقوية بولدي وقوية بأخواتي وقوية بكل حد يتعرف علي وبكل حد هنا بيسمع فيني. أنا أقوى من السرطان بيكم. لو أعيش زول له قيمة أزعد الناس بوجودي، زي نضارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وابقى زولا له قيمة. كلنا كل السودانيين لما نسمع الغنية دي الصباح في الراديو ونحن ماشيين الشغل في المواصلات وكده بنكون عاوزين نكون الزول ده. وأنا موفز الكلمة اللي انتو شايفينها بسيطة دي هي فتحت لي باب انه أنا أحس إنه أنا زول ليه قيمة ويكون عندي يد في حاجات كبيرة شديد أكون جزء منها، وأنا من جزء من موفز.
منظمة موفز بدت مبادرة فكرتها جات من جروب على الفيسبوك، جروب بتاع بنات صحبات عملوه اصلا لدعم مركز لياقه وتجميل، صاحبته الدكتوره منى الهادي. والجروب ده كان نقطه انطلاق لتلاقح افكار ورؤى مختلفه. لما انا دائما بقول موفز لامي يعني سيلكشن كده من بنات السودان العظيمات شديدة، العاوزين ادوا، العاوزين اعملوا، العاوزين مع بعض اعملوا حاجات كبيرة شديد. وفعلا قاعدين نعمل، وفعلا قاعدين نخط بصمة في أي حتة نمشيها ونشتغل فيها. أبرز الحملات اللي اشتغلت فيها موز من أيام كانت مبادرة، عملنا حملات كثيرة، من أبرز حملة بناء حمامات ودرملي بعد كارثة فيضان الفيضان، وحملة حمى الكنكشة في كسلة، وحملات إفطار طلاب المدارس، ومشاريع الأسر المنتجة لكفالة أسر الشهداء، كفالة أسر شهداء الانتفاضة، وبناء منزل الشهيد معاوية. ومن حملاتنا الكبيرة حملة تأهيل مركز العزل أم درمان. أنا لأنه كنت جزء منها، فالحملة دي بتعني لي كثير شديد، إنه نحن في كان عز أيام الكوفيد، وفي أيام الناس بنسمع إنه الناس عاوزة أنبوبة أكسجين وعاوزة سرير، نحن عملنا عنبر كامل في مستشفى أم درمان بدعم كبير من دكتورة نهى، حاليا هي مدير مركز العزل في مستشفى أم درمان. عملنا حسي حاليا نحن بنعمل في امتداد له العنبر تحت فيه قريب 50 سرير، هي حاليا ICU، وبنعمل في 60 سرير فوق، في لا ان شاء الله حيلحقوا الويفه الجديده. سرطان الثدي يا اخواننا من اكثر السرطانات في العالم كله. طيب بنبتدي بانه نعرف عن الثدي بتاعنا. هو الثدي شنو؟ الثدي عباره عن حاجه بتميز الحيوانات الثديه كلها، وموجود في الذكر وموجود في الانثى. والثدي بيتكون من 10 إلى 15 غدة، والغدة دي بتفتح في مجاري اللبن، ومجاري اللبن بتجتمع عند الحلمة. التكوين والتشريح بتاع الثدي بيتكون من بيتغذى من الشريان البطن الداخلي والشريان الإبطي. ممكن تجيب البعدة. الأهمية بتاعت الحي دي يا أخواننا، الغدد الليمفاوية اللي بتمشي للأباط دي، هي بعد ذاك ممكن تكون واحدة من الأعراض اللي هي نلقاها في الوحدة المصابة بسرطان الثدي. أمشي البعدة طوالي. دي يا أخواننا الصورة بتاعت الأشعة بتاعت الثدي اللي هي اتطورت العلاج بتاع سرطان الثدي في العالم كله. يعني العلاج بتاع سرطان الثدي مما الناس اكتشفوا الصورة دي، اتطور العلاج بتاع سرطان الثدي، وبيجى الناس بتتكلم عن سرطان الثدي الغير محسوس. يعني الناس ممكن من خلال الصورة دي الواحدة تكون ما حاسة بورم، ما حاسة بحاجة، لكن لما نعمل الصورة دي نلقى فيه اختلافات، والناس تشيل منا عينة تلقى فيها السرطان. والتوعية دي يا أخواننا مهمة شديد جدا جدا. ليه؟ لأنه نحن كل ما اكتشفنا السرطان ده في مراحل مبكرة كل ما كانت نسبة علاجه أكتر، يعني كل ما كان بيتعالج أسهل. عشان كده الناس كانت تفتش في طريقة إنه تكتشفها بيها أسرع، وكان اللي هو الصورة الإشعاعية بتاعت الثدي دي. ممكن البعدة. طيب ليه سرطان الثدي بيصيب السيدات؟ بيصيب السيدات لأنه الهرمونات اللي بتجي من الغدة النخاعية في الرأس بتأثر على النمو بتاع الثدي ده في فترة الحمل والرضاعة وفي فترة البلوغ. لكن ده ما معناته إنه سرطان الثدي ما بيصيب الرجال. سرطان الثدي بيصيب الرجال، وعندنا في السودان بيصيب الرجال أكثر من في العالم. يعني في العالم لو 1%، عندنا في السودان هنا 4%. نوم عيني اللي بيجنني سهر
الهواء. نوم عيني نوم عيني نوم عيني قلبي جلي سهر نوم عيني بجلي سهر نوم عيني قلبي فرح يوم جانا زائر مرحب مشدون الجزائر نوم عيني المدلل وخديد ناير والقمر بنات الضفاير نوم عيني بقلي سهر نوم عيني المفرح لو ابتسم الطريف في جنون نترسم نوم المدعي القلوب نسم يا حلات المال وانقسم نوم عيني بقلي سهر فعاليات الإيفنت في أكتوبر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي الذي تنظمه مبادرة الثريا بالتعاون مع منظمة موفز الخيرية. هذا اليوم زي ما تابعتوا معانا عدد من النماذج الحية وعدد من الكلمات اللي كانت عبر المنصة حكاوى وقصص ورحلة علاج طويلة ومعاناة مع سرطان الثدي لعدد من النساء اللائي عانينا من هذا المرض وأيضا النساء اللائي تم الشفاء لهم بحمد الله من هذا المرض. هذا المرض كغيره من الأمراض فقط يحتاج إلى إرادة قوية وصبر وعزيمة لكي نواجه هذا المرض وننتصر عليه. عدد من الأغنيات أيضا تخللت هذا الإيفنت ومعرض أيضا جميل كما تجولت كاميرا قناة النيل الأزرق فيه. لحد ما ألتقيكم على شاشة قناة النيل الأزرق تقبلوا عاطر تحياتي وتحيات طاقم العمل وتحية خاصة جدا لكل نساء بلادي وتمنياتي لكم دوما بدوام الصحة والعافية وإلى اللقاء.